أصحابنا الأعزاء. درسنا اليوم عن تابع الأسي واللوغاريتمي، وحدة ثانية مادة الرياضيات، فصل الثاني. أولا التابع الأسي والتابع اللوغاريتمي. الوحدة الثانية تابع الأسي والتابع اللوغاريتمي. تابع أسي وتابع اللوغاريتمي يتفرع إلى ثلاث فروع، يعني عندنا من وحدة الثانية تابع الأسي وتابع اللوغاريتمي لها ثلاث دروس. أول درس قوى ذات أس كسري، ثاني درس راح نأخذها تابع عكسي، ثالث درس راح نأخذها تابع لوغاريتمي. راح نبلش درس بدرس. أول درس هي قوى ذات أس كسري. كل ما أحط إشارة صح أي بمعنى راح أخذ هذه الفقرة. قوى ذات أس كسري، نأخذ أمثلة لنفهم شو هو قوى ذات أس كسري. مثال: جذر A يساوي B. أخذنا بالإعدادية متى نتخلص من الجذر؟ بالتربيع الطرفين. جذر A للتربيع يساوي B للتربيع. كنا نقول بالإعدادية جذر مع التربيع بيروح A يساوي B للتربيع. طيب هون سؤال موجه إليك، كيف يروح التربيع مع الجذر؟ ليش اختصرنا واختزلنا التربيع مع الجذر؟ ها راح نشرح ليش. أساس الجذر له رتبة، الرتبة للجذر اللي مو مكتوب تربيع، لذلك هيك نقول جذر تربيع. إذا جذر A عبارة عن، إذا ما كتبنا فوق الجذر رتبة معناتها رتبتها إيش؟ 2 يساوي B. عم نشرح هلا، نشرح ليش راح الجذر مع التربيع، عم نشرح ليش ما راح الجذر مع التربيع. A قوتها إيش؟ قوتها 1، قوة الآ هي 1. لما نقول بتربيع الطرفين، يعني بتربيع الطرفين، فجذر الآ يعني جذر آ للتربيع، رتبة آ هي يعني جذر، رتبة الجذر هي 2 ويساوي ب للتربيع. هلا قلنا اس آ شقد، يعني قوة آ شقد 1، ورتبة الجذر شقد 2، يعني معناها أساس الجذر هي قوة كسرية، أساس الجذر هي قوة كسرية والكل للتربيع ويساوي ب للتربيع. من وين جبنا 1؟ قوة الأس، قوة الآ. من وين جبنا 2؟ رتبة الجذر. دائما نقسم قوة الآ على رتبة الجذر، فتروح مع بعض 2 مع 2، فهيك فصار عندنا آ يساوي ب للتربيع. إذا تعلمنا ليش بالإعدادية، تعلمنا متى يروح الجذر مع التربيع. إذا صار عندنا قاعدة دائما نشوف الجذر يروح مع التربيع. دائما بالإعدادية كنا ناخذ الجذر يختزر جذر مع التربيع. ليش كان يختصر نختصر جذر مع التربيع؟ لهذا السبب. معناها صار عندنا قاعدة، شو هو القاعدة؟ جذر الآ قوة ام، يعني آ قوة اس، والجذر له رتبة ويساوي، دائما نقسم حتى نتخلص من الجذر، إذا نقسم ام قوة الآ على الجذر، يساوي آ يساوي ام على ان بروزناه، أي بمعنى صار عندنا قاعدة. بعد ما بروزناه صار عندنا قاعدة. أنا ما فهمت المثال وما فهمت القانون. نأخذ أمثلة لنفهم أكثر. مثلا جذر 25، خمسة، جذر 36، ستة، جذر 49، إذا سبعة. طيب حفظنا شفهيا، طيب ليش جذر 25 خمسة؟ ليش جذر 36 ستة؟ تمام. جذر 25 يساوي 5، بديهي. هلا أصل 25 عبارة عن 5 للتربيع، 5 في 5 ب 25، أساسها إنه 5 للتربيع، واللي الجذر اللي مو مكتوب قوته، يعني قوتها شقد 2، اللي مو مكتوب جذر اللي مو مكتوب قوة، يعني قوتها 2 ويساوي، نقسم 2 على 2. ليش نقسم ام على ان؟ هون عندك ام 2، هون عندك ان 2 ويساوي 5، 2 تقسيم 2
يعني واحد واحد ما نكتبها بالرياضية يعني بالقوي ما نكتبها، إذا جوابها 50. مثال آخر، هلا جذر 3 نتوقف شلون؟ جذر 3 يساوي أساس جذر 3 قوة المو مكتوب معناته قوتها 1، قوة المو مكتوب معناته قوتها 1، والجذر رتبتها مو مكتوب معناته إيش هو؟ 2. راح نكتبها بالتفصيل أكثر. جذر 3 القوة المو مكتوبة يعني 1، والجذر الرتبة مو مكتوبة يعني 2، ويساوي 3 1 على 2. إذا هذا هو أساس لهذه الجذر، لهيك نقول جذر 3 مو أنه ما في فيه ولكن فيها فواصل، إذا جذر 3 قوة نص. إذا نلاحظ أنه في أس وكسر، أس وكسر، ودرسنا عن قوة ذات أس كسري، يعني درسنا عن قوة ذات أس كسري. تمام، نأخذ مثال أكثر نفهم أكثر. مثلا جذر 6 قوة 5 ورتبة الجذر 3، إذا ما نفعل ماذا نفعل؟ تمام، نقول 6 M تقسيم N، 5 تقسيم 3. مثال شوي أصعب، 8 A قوة 6 B قوة 9، تمام؟ رتبة الجذر أنا أعطيتك بالمثال إيش رتبة الجذر؟ 3. طيب حل هذا الجذر، جذر هذا شو هو؟ جذر 8 قوة 3 شو هو؟ رتبة 3 شو؟ يعني جذر 3 جذر تكعيبي ل 8 و A قوة 6 و B قوة 9، إذا جذره إيش؟ راح نحلها، يساوي أولاً حسب خاصة الجذور أخذنا بالإعدادية، باعتبار كل واحد نسويها لحاله، 8 A قوة 6 B قوة 9، طبعاً هاي 3 للكامل يعني للكل، 3 3 3. هون عندي جذر صعب ما اقدر احله، راح احولها قوة كسرية لبين ما يحل معي. هاد 3. نجي نحلها، 8 اساسه ايش؟ يعني 2 قوة 3، يعني 3 مرات نضربها مع بعض 2 يطلع 8. وهذا قوتها 3. جذر A قوة 6 رتبتها 3. جذر B قوتها 9، اذا 3. نجي حسب الخاصية، حسب القانون اللي بروزناها، حسب القانون اللي بروزناها، ماذا نقول؟ نقول قوة الـ A تقسيمي رتبة الجذر، يعني 2 3 على 3 مضروب A 6 على 3، نقسم M على N، نقسم M على N، B 9 على 3، ويساوي 3 مع 3 ما بيروح، إذا 2 6 تقسيم 3 9 تقسيم 3 3، إذا جذر لهذه قيمة هذا هو الناتج أو الجواب. إذا خلصنا من ال عرفنا شلون طالعنا أو كيف طالعنا القوى ذات أس كسري، يعني كيف نحول جذر إليه. طيب ليش نأخذ هذا المثال؟ ليش أخذنا هالأمثلة وكيف؟ سؤال موجه لك، أنت ملاحظ عم نأخذ قوى أس، ودرسنا عن إيش؟ تابع أسي وتابع لوغاريتمي، يعني نأخذ أس. إذا طالما بناخذ أس ناخذ شيء تمهيد للتابع أسي، هذا كان تمهيد كله للتابع أسي. إذا راح نجي نشرح شو هو تابع الأسي، شو هو تابع الأسي. تابع الأسي كتعريف، أول تعريف تابع أسي، تعريف تابع أسي. نجي نشرح التعريف. تعريف التابع الأسي عبارة عن F X يساوي A قوة X، حيث A لازم يكون أكبر من صفر، لازم ما يكون صفر، يعني أكبر من الصفر. ثانيا A لازم ما يساوي واحد، A لازم ما يساوي واحد. ثالثا إنه إكس دائما ينتمي إلى R، أي قيمة تعوضها يصير. تمام، يعني معنى الكلام إنه أي قيمة نعوض R، طبعا تعرفوا شو R، أعداد الحقيقية ناقص لانية وزائد لانية، أعداد مبنية ناقص لانية زائد لانية، إذا عوضنا هون فيطلع دائما جواب موجب. إذا لازم يكون R الرقم نعوض مكان R لازم يكون أكبر من صفر،
ولازم لا يساوي صفر، أي بمعنى واحد وربع يصير، واحد ونص يصير، اثنين يصير، ثلاثة، أربعة، خمسة، المهم ما يكون صفر وما يكون يعني يكون أكبر من صفر وما يساوي لواحد. هون تعريف تابع الأسي، تعريف تابع الأسي، هذا هو تعريف التابع الأسي. إذن سهل، f x f x رمز للتابع يساوي a هو x، تمام؟ a أكبر من صفر، لازم يكون الرقم اللي نعوض بدال a لازم يكون أكبر من صفر، يعني هذا شرطه، ولازم ما يساوي واحد، يعني ما يصير لا يجوز نحط بدال a واحد، أي رقم تحطه يصير، بس a ما يصير، طبعا الرقم لازم يكون موجب أيضا، والإكس دائما ينتمي إلى r، يعني هذا إكس إيش الرقم تعوض مو مشكلة، صفر واحد ناقص مو مهم، تمام. هلا نجي خواص، كل ما نحط إشارة صح، كل ما نحط إشارة صح أي نأخذ هذه فقرة، تمام. هلا نجي خواص، خواص لمين؟ خواص تابع الأسي. للتابع الأسي له خواص، للتابع الأسي له خواص. شو هني خواص؟ أولا مجموع تعريفه يعني معرف على الآر، مجموع تعريفه معرف على آر، وقلنا إكس ينتمي إلى آر، إذا مجموع تعريفه معرف على R أو ينتمي إلى R، يعني من ناقص لا نهاية، من ناقص لا نهاية لزائد لا نهاية، نعوض بالتابع تبعنا يعني بالإكس، ناقص لا نهاية لزائد لا نهاية، تمام. مستقره الفعلي لازم يكون من صفر، الجواب المستقر الفعلي يعني مستقر الفعلي وين يعني ما بين المجالين من صفر لزائد، طبعا صفر مو مشمول، من صفر يعني من صفر أنت طالع لزائد لا نهاية، كيف مستقر الفعلي؟ تعال نحلها سوا، كيف يطلع جواب موجب يعني من صفر لزائد لا نهاية؟ تعال نعوض هون A، تمام A عوض هون واحد A يطلع جواب واحد، عوض هون اثنين يطلع جواب A للتربيع. طيب إذا عوضنا سالب، سالب A قوي ناقص اثنين، هل يا ترى يصير موجب؟ ايه مقلوبها يساوي A للتربيع موجب، ويطلع أكبر من صفر، ويطلع A للتربيع لا يساوي واحد. إذا نلاحظ أنه أكبر من صفر، طالما كل جواب السالب إذا عوضنا بالتابع يطلع جواب أكبر من صفر، إذا ماذا لاحظنا؟ أنه مستقر الفعلي دائما جوابه يطلع يعني للتابع الأسي يطلع جواب من صفر لزائد، يعني صفر جواب ما يكون صفر، من صفر وأنت طالع، تمام. من خواصه أيضا أول مجموعة تعريف عرفنا منتمي إلى مجموعة تعريف إلى R، مستقره فعلي من صفر لزائد لا نهاية، إذن عرفنا كيف يكون مستقر، شو معناه، ما معنى مستقر فعلي عرفناه شلون. طب عندما يكون A أكبر من صفر تابع متزايد وخطه البياني يتقارب X X فتحة عند ناقص لا نهاية، عندما A أكبر من صفر تابع متزايد وخطه البياني يتقارب X X فتحة عند ناقص لا نهاية، هنا نتعلم تابع أسي بيانيا وكيف متزايد، يعني تابع يعني A أكبر من صفر كيف متزايد وخطه بياني كيف يتقارب لX X فتحة، يلزمنا مثال أو مثالين لكي نفهم، إذا ما فهمنا مثال، إذا ما فهمنا مثالين ثلاث أربعة خمس ألهم حتى نفهم. أول إذا كان A أكبر من صفر، A أكبر من صفر تابع متزايد، تابع متزايد، تمام. نأخذ مثال F X يساوي، لازم يكون A أكبر من صفر يعني أي رقم أكبر من صفر، هذا أول شرط. ثاني شرط لازم ما يكون واحد، ونأخذ من عندنا 2 هو X، يعني بدل A يعني مو كان تابعنا F X يساوي A هو X، إذا بدلنا A إيش 2 عوضناها بإيش 2، حطينا رقم 2 يوافق الشروط، أول شيء أكبر من صفر، ثاني شيء مو واحد، تمام. هلا نحل هذا التابع، طبعا معرف على مجال يعني X ينتمي إلى المجال من وين؟ من ناقص 3 لزائد 3، يعني نعوض القيمة ناقص 3 وزائد 3 بالتابع،
نجي نرسم جدول. رسمنا الجدول اكس اف الاكس، اف الاكس هو حد ذاته هي واي. طيب نعوض، تمام نعوض نعوض، ناقص 3 اكبر منه ناقص 2، اكبر منه ناقص 1، اكبر منه 0، اكبر منه 1 2 3. الرقم السالب كلما تصغر تكبر. نعوض، اف ناقص 3 يساوي 2 قوى ناقص 3 يساوي، حتى نتخلص من السالب مقلوب، يقول 2 قوى 3 صار موجب، مقلوب الأس يصير موجب، ويساوي 1 على 3 مرات يصير 8، 2 في 2 في 2. اف نعوض ناقص 2 يساوي 2 قوى ناقص 2 ويساوي، مقلوبه يصير موجب ويساوي 2 مرتين يساوي 1 على 4. اف الرقم اللي بعده ناقص 1، نعوض ناقص 1، 2 قوى ناقص 1 مقلوبه 1 على 2، 1 ما تنكتب موجب ما تنكتب. اف 0 يعني نعوض بدال الاكس، نعوض بدال الاكس 0، 2 قوى 0 اي عدد قوى 0 جوابها تعرف، اي عدد قوى 0 جوابها 1، 5 قوى 0 جوابه 1، جذر 3 قوى 0 جوابه 1. اذا اف 1 نعوض 2 قوى 1 جوابها 2، اف يعني مره اس 1 نعوض قيمه 2 ويساوي 2 قوى 2 جوابها 4، 2 في 2. اف 2 3 يساوي نعوض بدل اكس ايش 3 ويساوي 8. تمام، هلا القيم اللي طلع معنا نعوض بالجدول. ناقص 3 ايش طلع معنا؟ 1 على 8. ناقص 2 جوابها 1 على 4. ناقص 1 جوابها نص. 0 جوابها 1. 1 جوابها 2. 2 4. والأربعة والثلاثة طلع معنا 8. تمام. إذا نجي نرسم هذه النقاط على محداثيات، يعني بيانيا نجي هذا نرسمها بيانيا، نكبر الرسمة لكي نفهم أكثر. تمام، إكس إكس فتحة، واي واي فتحة، هو نفسه أيضا إف الإكس. تمام، يعني محور إف الإكس. طب نعوض، ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 مو على محور إكس؟ طب اكتب على محور اكس. تمام، ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1. تمام، 1 2 3 0. تمام، لما كان ناقص 3 جواب، يعني لما كان اكس ناقص 3 ايش كان اف الاكس؟ يعني جوابها 1 على 8. نقول هذا 1، طبعا الرسمه شوي مو دقيق لانه بدها مسطره وبدها اذا أدوات. هو باختصار يعني نشرحها لكي نفهم، بس الرسمة للفهم بس مو للتدقيق. ناقص 3 جوابها 1 على 8، 1 على 8 قريب من تقريبا 0 على إيش؟ على وايات. نجي طبعا موجب، نجي نرسمها هذه النقطة 1 على 3، 1 على 8 هذا اللي بعدها. ناقص 2 إيش طلع؟ يعني ربع، الربع قريب من النص، هذا هو نفس النقطة ناقص 2. النص معروف، نص يعني نص، هذا واحد نص وهذا هو، مع ناقص واحد هذا كتبنا رسمة. صفر مع واحد، إذا إكسات صفر والواياش قد واحد، إذا معناته هذا هو واحد. تمام، نجي نرسم واحد واثنين، واحد على إكسات واثنين على الوايات، رسمناها هذول اسقاطيا. 2 على اكسات والاربع على وايات، اذا هاد ايش كان؟ هاد 1، هاد 2، 3، 4، 5 الى اخره. 2 على الاكسات والاربع على وايات، اربع على وايات، 2 على الاكسات، اسقاط حتى النقطه. 3 و8، هذا 8، 8 وليكن هذا هو باعتبار رسمه دقيق فيطلع شوي في إشكالية. تمام، هذا هو 3 مع 8. طيب
ننظر إلى النقاط، نغمق أكثر، شوف النقاط، ماذا لاحظت؟ إذا ما لاحظنا من النقاط، نلاحظ من الجدول 1/8 أصغر من الربع، والربع أصغر من النص، والنص أصغر من 1/1. إذن كل ما نذهب نشوف أنه عم نتزايد، الرقم يزداد، 1/8، الربع، النص، 1/2، إذا هو الرقم يتزايد. وإذا قلنا أكبر من 0 تابع إيش؟ متزايد. شوف جدول متزايد، وبالرسمة البيانية كمان طلع معنا متزايد. شوف متزايد، شوف تمام. إذن من الجدول رسمنا بيانيا كيف عم يتزايد. طيب هون في سؤال تاني، أنا ما نكمل السؤال. شو عم يقول السؤال؟ هو خطه البياني يتقارب، خط البياني يعني سي، هذا نسميه خط البياني. الخط البياني يتقارب اكس اكس فتحة عند ناقص لا نهاية. طيب إذا هون زائد لا نهاية، معناته هون إيش؟ ناقص لا نهاية. يتقارب إلى اكس اكس فتحة عند ناقص لا نهاية، يعني كل شوي 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 يتقارب من إيش؟ من ناقص لا نهاية. إذن خاصية أولى كمان فهمناها. نأخذ مثال آخر لنفهم أكثر. نأخذ مثال آخر. عن تابع متزايد، يعني الخاصية لما يكون أكبر من صفر كيف راح يكون. نأخذ مثال آخر لنفهم أكثر. مثال آخر ولتكن مثال لتكن F الإكس يساوي 3 هو إكس. أولا 3 شرط أكبر من صفر، 3 لا يساوي 1، إذا حقق الشرط. طبعا هل هو تابع متزايد؟ مجاله معرف إكس ينتمي إلى المجال من ناقص 2 لزائد 2. نجي نرسم الجدول، رسمناه وقلت إكس إف الإكس، تمام. نجي نكتب ناقص 2 ناقص 1 أكبر منه صفر، أكبر منه 1، أكبر منه 2. نجي نعوض إف الناقص 2 جوابها إف الناقص 2، إذا نعوض ناقص 2 مكان إكس، يعني إكس مو ناقص 2 نعوض مكان إكس، إكس ناقص 2 نعوض مرة، إكس ناقص 1 نعوض مرة، إكس صفر نعوض مرة إكس. نشوف إكس ناقص 2 عوض بالتابع، 3 قوي ناقص 2 يساوي مقلوبها لكي يكون حتى يكون القوي يصبح موجب، زائد إنه يساوي 3 مرتين مضروب يصير 1/9 إف ناقص 1 ويساوي 3 قوة ناقص 1 جوابها مقلوبها، يعني إذا يصبح جواب 1/3 ما نكتبها موجب. إذا كان الصفر يساوي 3 قوة صفر، أي عدد قلناها، أي عدد قوي صفر جوابها 1. طيب إذا عوض معي 1 نعوض 1 وين؟ في مكان إكس. عوضنا 1، أي عدد قوي 1 جوابها نفسه. إف 2 عوض معي 2 ويساوي 9، تمام. إذا نكتب النواتج، لما كان الإكس ناقص 2 إيش طلع الجواب؟ إيش كان الجواب؟ 1/9. لما كان ناقص 1 1/3. عوضنا صفر، يعني عوضنا صفر جوابها 1. عوضنا 1/3. عوضنا 2/9. رسمه إكس إكس فتحة، واي فتحة، تمام. هذا محور إف الإكس، تمام. نجي محور الإكسات، ناقص 2 ناقص 1 0 1 2. وايات، لما كان إكس ناقص 2 إيش طلع واي؟ 1/9، 1 2 3 4 إلى آخره. لما كان الناقص 2
هذا ناقص 2 على اكس. الوايات ايش طلع؟ 1 على 9. اذا 1 على 9 صغره هذا. لما كان ناقص 1 الجواب كان 1 على 3، اذا اكبر من 1 على 9. 1 على 3 اكبر من 1 على 9. اذا كان لما كان جواب 0، يعني لما كان اكس 0 جواب كان ايش؟ 1. لما كان 1 الاكسات جواب كان 3. النتيجه الروايات كانت 3. 2 جواب كان 9. طبعا 9 هذا هو، لما عوضت 2 طلع جواب 9. نجي هون نكتب 9. هذا هو 9. طبعا نحدد نقاطنا، حددنا. اذا التابع حسب الشرط باعتبار انه 3 اكبر من 0، حسب شرطنا شو هو؟ انه تابع ايش؟ متزايد. اذا تابعنا هو متزايد، سي يتقارب لا ناقص لا نهايه حسب الخاصيه. اذا اخذنا مثالين عن عندما يكون اكبر من 0. اخذنا مثالين لما يكون اكبر من 0، اول شيء يكون تابع متزايد، ثانيا يكون خط السي يعني خط السي المنحني يكون يتقارب، يعني كل ما كل شوي شوي يتقارب عن محور اكس اكس فتحه يتقارب الى ناقص لا نهايه. طيب نحن حطينا خط يعني خلصنا تمام. هلا رح نجي نمسح المثال وناخذ الخاصيه الثانيه، ما بين اذا كان ما بين الصفر وواحد، يعني يكون نص او ربع او 1 على 3. اذا كان ما بين 0 و 1 يعني اكبر من 0 واصغر من 1، تابع متناقص وخطه البياني تقارب الى اكس اكس فتحا لا زائد لا نهايه. كيف؟ ناخذ مثال اف الاكس مثال يعني يساوي نص قوه اكس، مجاله معرف على اي مجال؟ اني اعطيني اكس ينتمي لمجال من ناقص 3 لا زائد 3. تمام. اولا شروط ليتحقق نص اكبر من صفر، ثانيا نص لا يساوي صفر واحد، اذا تحقق الشرط. تمام. نجي نحل نرسم جدول، جدول اكس اف الاكس، نعوض ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3. نعوض ناقص 3 بالمعادله او بالتابع اف الاكس يساوي نص نص قوة ناقص 3. حتى نتخلص، امتى نتخلص من السالب قوة سالبة؟ لما ناخذ مقلوب، مقلوبه 1 على مقلوبه 1 على 1 على 2 قوة زائد 3 ويساوي 1 ثلاث مرات 1 2 مضروب 8 يصير عندنا 1 على 8. بعيد في البعيد قريب في قريب يطلع جواب شقد 8. اف هذا اف الناقص 3. هلا نعوض بالتابع اف الناقص 2 ويساوي 1 على 2 ناقص 2 ويساوي 1 على 1 على 2. طبعا صار عندنا موجب، قلبنا القوة صار عندنا عدد سالب صار موجب ويساوي 1 1 على 4. ما بعيد في البعيد قريب في قريب جوابها 4. تمام. اف ناقص 1 ويساوي نص قوة نص قوة ناقص 1 مقلوبه زائد 1 ويساوي بعيد في البعيد قريب في قريب جوابها 2. اف 0 ويساوي نعوض 0 اي عدد قوة 0، اي عدد قوة 0 تمام جوابها 1. تمام. الا راح ناخذ اف 1 ويساوي ونص قوة واحد نص تمام. اف الاثنين يساوي واحد على اثنين قوة للتربيع، واحد في واحد واحد، اثنين في اثنين واربعة. اف الثلاثة يساوي واحد على اثنين كلها قوة ثلاثة ويساوي واحد على ثمانية. ثلاث مرات نضرب واحد، ثلاث مرات نضرب اثنين. هلا نعوض القيم اللي طلع معنا، القيم اللي طلع معنا نعوضها في الجدول. ناقص 3 جوابها 8، جوابها 8. ناقص 2 جوابها 4، ناقص 1 جوابها 2،
وهكذا. صفر واحد ناقص جواب رقم اثنين يعني على تعويض رقم اثنين واحد على أربعة ثلاثة واحد على ثمانية. تمام. طيب ماذا لاحظ من الجدول؟ لاحظنا الجدول إنه الرقم ثمانية بعدين صغر صار أربعة صار اثنين صار واحد صار. إذا ماذا فهمنا من الجدول؟ إنه نلاحظ عم تتناقص القيمة. شوف عم نلاحظ إنه الواي عم تتناقص. واي عم تتناقص. طيب نرسمها بيانيا. نرسم بيانيا. نرسم بيانيا. إكس إكس فتحة واي واي فتحة هي نفسه واي في الإكس. تمام. نوزع القيم. ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3. لما كان ناقص 3 إكس وهيات شقة طلع 8. إذن 8 ونفترض 8 هذا هو الرسم غير دقيق ولكن رسم للفهم. ناقص 3 جوابه كان 8. نجي نرسم الرسمة ونحدد النقطة. تمام. ناقص 2 على إكسات وأربعة على الوايات. عليك على الوايات على الإكسات ناقص 2 على الوايات 4. 4 هذا هو 4. نجي نرسمها هذا أيضا ناقص 2 4. نجي نرسمها 0 1 0 على الإكسات 1 على الوايات ولتكن هذا هو 1. هذه هي نقطة 1 1 ونص. هذا 1 1 على الإكسات والنص على الوايات ولتكن هذا هو النص. تمام. هذا رسمناه رسمة. تمام. نجي نرسم 2 على إكسات وواحد على أربعة يعني الربع يعني نص النص ربع هذا هو. ثلاثة واحد على ثمانية نغمق نقاط أكثر. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ نبلش من قيمة الرقم يعني كان ثمانية وأربعة واثنين. نلاحظ القيمة تتناقص. نلاحظ من الرسمة أيضا القيمة تتناقص يعني خط السي أيضا راح يتناقص. شوف إذا نظرنا إلى خط عم يتناقص. إذا عم يتناقص عند مين؟ عند زائد لا نهاية. تمام. لمين؟ لإكس. إكس فتحة عم يتقارب. إذا حقق الشرط عم تابع متناقص. إذا حقق الشرط إنه تابع متناقص. ثاني شرط انه ايضا خطه البياني يتقارب من اكس اكس فتحة عند زائد لا نهاية. عند ايش؟ زائد لا نهاية. اذا هذا هو مثال عن الخاصة اذا كان ما بين صفر وواحد. نستطيع حلها اذا كان واحد على ثلاثة قيمة. اذا عوضنا قيمة كمان راح يكون جوابها متناقص. اذا عوضنا واحد على اربعة اذا عوضنا هون واحد على ثمانية اذا كتبنا تابع واحد على ستة واحد على تسعة فيكون التابع أيضا راح يكون متناقص. تماما. هلأ خلصنا الخاصية ما بين صفر وواحد. هلأ بوضع حقق الشرط راح ناخد خاصية إذا كان قوة X واحد يساوي X قوة X اثنين. تمام. نحل إذا كان الأساس هو القوة معادلة. نحل هذه معادلة. تمام. الخاصية الأخيرة اللي تتابع له سي. الخاصية الأخيرة اللي تتابع له سي. الخاصية الأخيرة اللي تتابع له سي شو هي؟ تمام. ماذا يقول؟ يقول إذا كان الأساس نفسه يعني قوة X1 يساوي قوة X2 يعني المعادلة X1 لا يساوي X2. نختصر مع بعض يساوي X1 يساوي X2. طيب هذه خاصية. ما فهمت من الخاصية؟ نأخذ مثال. مثال طبعا. يكون لدينا 2 قوة X ناقص 1 يساوي 2 قوة 4. نلاحظ الأساس نفسه حسب الخاصية يساوي الأساس نفسه. نختصر الأساس مع أساس. تمام. يظل عندنا X ناقص 1 يساوي 4. أصلا صار عندك معادلة مجهول واحد. سهل حلها كما أخذنا في الإعدادية. نأخذ ناقص واحد للطرف الثاني أو نأخذ نظيره. أربعة زائد واحد
يتغير إشارة يساوي 5. إذن جوابها 5. نأخذ مثال آخر لنفهم أكثر. مثلا 3 قوة 2 إكس ناقص 5 ويساوي 1. هل طرف 3 ما في الأساس هون 3؟ قلنا معادلة، قلنا أي عدد قوة صفر جوابها 1. إذا 3 2 إكس ناقص 5 يساوي 3 قوة صفر، جوابها إيش يطلع؟ ليش كتبنا 3 قوة صفر؟ مشان نختصر مع بعض، لأنه إذا كتبنا 1 كمان صح، وإذا كتبنا 3 قوة صفر كمان نفس الواحد. نختصر مع بعض فيطلع 2 إكس ناقص 5 يساوي 0. نأخذ 5 للطرف الثاني يطلع عندك جواب موجب. نقسم كل على 2، هذا يؤدي إنه إكس يساوي 5 على 2. طبعا تعوض بالمعادلة يطلع جواب صح، إذا يحقق المعادلة. إذا هذا هو الشرط الثاني للتابع الأسي. الشرط الثاني، أولا مجموع تعريفه R، عوضنا شو معنى مجموع تعريف. ثانيا مستقر الفعلي، عوضنا كل قيمة سالبة موجبة بالتابع طالما جواب أكبر من صفر. ثالثا لما كان A أكبر من صفر متزايد تابع أخذنا مثال عنها. إذا كان A ما بين صفر وواحد أخذنا مثال عنها. إذا كان A يساوي A القوة مو نفس بعض، إيش كان المعادلة؟ نحل المعادلة كأي معادلة عادية. هسا نحل، قلنا تابع أسي، قلنا تابع أسي. ما هو التابع الأسي النيبري؟ أخذنا تابع أسي لنفهم ما هو تابع أسي النيبري كما هو موجود في الدرس. ما هو التابع الأسي النيبري؟ التابع الأسي النيبري، تابع الأسي النيبري له تعريف وله خواص. تابع أسي أخذنا درسنا كان إيش؟ قوى ذات أس كسري يتفرع إلى قوى ذات أس كسري. تابع أسي كمان نفسه أسي، ولكن بين قوسين نيبري. تابع أسي نيبري. ما هو تابع أسي نيبري؟ تابع أسي نيبري رمزه إي. الإي هي عبارة عن 2.718، يعني قيمة. التابع الأسي نيبري ليش سميناه نيبري؟ بالنسبة لعالم جون نيبري هو اللي وضع أو لكشف هذه العدد. تابع أسي نيبري رمزه إي. كتعريف له، هو تابع معرف على أيضا R، يعني تابع معرف على R. مستقره الفعلي من صفر لزائد لا نهاية، مثل التابع الأسي، ما في فرق. خواص للتابع أسي، خواص تابع الأسي. أولا شكل التابع الأسي، ما هو شكل التابع الأسي؟ كشكل تابع أسي F X يساوي E قوة J X. يعني تابع الأسي يكون مجموع تعريفه حسب J X، حسب J X. إذا التابع الأسي تابع معرف حسب، نكتب هون أوضح أو أكثر، معرف تابع الأسي معرف على مجموع تعريفه، مجموع تعريف تابع الأسي، مجموع تعريف تابع الأسي، مجموع تعريف التابع الأسي معرفة على جي اكس، يعني مجموع تعريف جي اكس إذا كان جذر كسر حسب يكون الجي اكس. جي اكس هو تابع. إذا اف الاكس
يساوي إيكوي جي إكس. هذا هو تابع الأسي النيباري. قلنا الإي هي عبارة عن 2 قيمة ثابتة 2.7 و718. تمام. خواصه خواصه له خواص إي قو أولا إي قو إكس دائما أكبر من صفر وإي قو ناقص إكس أيضا أكبر من صفر. خاصية ثانية إي قو صفر جوابها واحد إي قو واحد جوابها واحد. خاصية ثالثة إي قو إكس معادلة واحد يساوي إي قو إكس اثنين إي معين اختصر ويطلع لنا جواب إكس واحد يساوي إكس اثنين. نفس الخواص التابع للسي ولكن هون بس نحكي عن تابع الإي بس فقط إي. بالتابع للسي في عندك كسر في عندك نص ربع في عندك اثنين ثلاثة أربعة. بالتابع أس النيباري فقط دائما في إي تابع يكون فيها إيه. أما الجي إكس هو التابع يكون كسر جزر بس التابع الأسي بس قلنا عدد أسي أو نيباري تابع إي معناته 2.7. تمام. هذه هي خواص تابع الأسي. تفاصيل عن تابع أسي كرسمة بيانيا نأخذها صف الثالث الثانوي. أما كمعادلة كمعادلة خاصية الثالثة كمعادلة نحل مثال إي قوة 2 إكس ناقص 7 يساوي 1. نحل هذه مثال نحل هذه المعادلة طبعا إي قوة 2 إكس ناقص 7 هالطرف لا يساوي الطرف يساوي هالطرف ولكن نحول 1 حسب الخاصية. إمتى يكون إمتى يكون إي إمتى يكون إي صفر إي واحد لما يكون إي قوة صفر. إي قوة صفر جوابها واحد. نختصر مع بعض والتين إكس ناقص 7 يساوي صفر. هذا يؤدي نأخذ 7 على الطرف الثاني نقسم 2 على 7 تمام فإكس يساوي 7 على 2 تمام. إذن هنا عرفنا وتعلمنا كيف نطالع مثل إذن كيف نطالع الإي كيف نطالع قيمة الإي أو المنحل المعادلة. نختصر دائما نحاول نكون نساوي طرفين دائما نساوي هون الطرفين نحاول يكون متساويين لمشان لكي نختصر إي مع إي فيصبح عندك معادلة ومعادلة من مجهول واحد من درجة أولى تقدر تحلها بأي طريقة. هذا هو تابع الأسي النيباري. تابع الأسي النيباري له خواص. أول مجموعة تعريفه وحسب مجموعة تعريف جي إكس مستقره فعلي من صفر لزاد لا نهاية. التابع الأسي النيباري نسبة إلى جون نيباري يعني اسمه نيباري لأنه نسبة إلى جون نيباري هو عالم. خواصه دائما إيقو إكس أكبر من صفر تعرف أنه 2.7 أكبر من صفر وإذا كان سالب كمان أكبر من صفر لأنه مقلوبه موجب. إي قوة صفر أي عدد قوة صفر جوابه واحد أخذنا بالدرس قبله. إي قوة واحد جوابه واحد. الخاصية الثالثة لما يكون بالطرفين في على نيباري معادلة للطرفين نحل كيف نحل معادلة نختصر إي مع إي فيضل عندك معادلة من درجة الأولى نقدر نحلها أو من درجة ثانية فيها طرق نقدر نحلها.